السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا الحلم يتحقق، اليوم عيد كبير عند المغاربة، كيف لا وأن التاجبي المغربي أشرف حكيمي رسميا توج بالدوري الإيطالي رفقة فريقه نيراتزوري إنتر ميلان. صراحة برافو على أشرف حكيمي. نقرأ عليكم التقرير كما جاء. توج الدولي المغربي أشرف حكيمي رفقة فريقه إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم قبل نهاية البطولة بأربع مراحل، عقب تعادل أتلانتا مع مضيفه ساسولو اليوم الأحد بهدف لمثله في المرحلة 34 للمسابقة، وبات أتلانتا في المركز الثاني برصيد 69 نقطة متساويا في نفس الرصيد مع نابولي وميلان صاحب المركزين الثالث والرابع على الترتيب بفارق 13 نقطة خلف إنتر ميلو المتصدر، فيما ارتفع رصيد ساسولو إلى 53 نقطة في المركز الثامن، وبذلك ضمن إنتر ميلان تتويجه باللقب المرة 19 في تاريخه ليستعيد البطولة التي غابت عن خزائنه منذ موسم 2009-2010 ويكسر احتكار يوفنتوس للقب الذي استمر خلال مواسم 9 الأخيرة بعدما أصبح من المستحيل وصول أي فريق في البطولة الإيطالية إلى رصيد 82 نقطة الذي يمتلكه الفريق الملقب بالأفاعي حاليا اللي هو يوفنتوس. وكما تعرفوا بأن أشرف حكيمي هذا الموسم بصم على مستوى أكثر من رائع، سجل 7 أهداف في الدوري وآخر أهدافه هي اللي كانت البارح في مرمى كروتوني فضلا عن 6 تمريرات حاسمة، وباش توج مع فريق كبير في أوروبا وعنده تاريخ بحال إنتر راه حاجة كبيرة بزاف وشيء يدعو للفخر. الصراحة برافو على التجربة ديالنا أشرف حكيمي ويستاهل أكثر من هذا. بغينا نشوفه العام الجاي كيتوج بدوري الأبطال أوروبا، لما لا كل شيء ممكن، وغادي تكمل الفرحة ديال بصح إلى حكيم زياش توج حتى هو تشامبيونز ليغ هذا العام مع فريق ديالو تشيلسي. وختاما كنقولوا مبروك لأشرف حكيمي على هذا التتويج، وأيضا كنتمنوا ليه المزيد من التألق في المستقبل. وبهذه الكلمات كنخليكم ونتلاقى في الفيديو الجاي إن شاء الله، ومع السلامة.